عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى نشرة الثامنة. أهلا بكم مشاهدينا وتتابعونا في النشرة. تنصيب أعضاء المجلس الوطني للإحصاء. والوزير الأول وزير المالية يؤكد أن إعادة تفعيل المجلس من أهم الآليات في مسار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي تنتهجها الجزائر. مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار في الاتحاد الافريقي محمد بالحسين يستقبل من قبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الذي أكد أن انتخاب بالحسين في الهيئة الافريقية يعكس مدى احترام الدول الافريقية للجزائر. الجزائر تدعو إلى تعزيز آليات التعاون الشرطي الإفريقي للتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود في أشغال الجمعية العامة الرابعة لأفريبول. بعد الارتفاع غير المسبوق في أسعار بعض أنواع الخضر، ضخ كميات معتبرة من مخزون البطاطا على مراحل بإخراج ما يفوق 100,000 قنطار إلى أسواق الجملة والأسواق الجوارية من أجل ضبط الأسعار. الكونغرس الأمريكي يوقف قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بفتح قنصلية في مدينة الدخلة بالصحراء الغربية المحتلة، ويجدد بذلك دعمه لتسوية سياسية للقضية الصحراوية العادلة. أهلا بكم مجددا. أشرف اليوم الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال على تنصيب أعضاء المجلس الوطني للإحصاء، وهذا بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي الشركاء الاجتماعيين ومنظمات أرباب العمل وأعضاء المجلس الوطني للإحصاء. الوزير الأول وزير المالية وبالمناسبة أبرز أن إعادة تفعيل المجلس من أهم الآليات في مسار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي باشرتها الحكومة تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، باعتباره هيئة تشاور تجتمع فيها مختلف مكونات المنظومة الوطنية للمعلومات الإحصائية من منتجين ومستعملين وخبراء وباحثين. إن تنصيب المجلس في هذا اليوم 20 أكتوبر المصادف لليوم العالمي للإحصاء ينطوي على كثير من الرمزية والدلالات على الاهتمام الذي توليه الدولة الجزائرية للمنظومة الوطنية للإحصاء، وهذا نابع من إدراكنا العميق بدورها في إنجاح البرنامج التنموي النهضوي الطموح الذي نعمل جميعا على إنجاحه كل من موقعه ومسؤولياته، كما أنه نابع من إيماننا الراسخ بأن نجاح أي إصلاحات مرهون بنوعية المنظومة الوطنية للمعلومات الإحصائية وكفاءتها. ومن هذا المنطلق فقد وضع السيد رئيس الجمهورية إصلاح هذه المنظومة الإحصائية ضمن أحد أهم الالتزامات في برنامجه، حيث أمر الحكومة بإنشاء شبكة وطنية لجمع المعلومات الإحصائية من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني المركزي لتعزيز موثوقية الإحصائيات والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية من أجل إعطاء المزيد من النجاعة والفعالية لأعمال السلطات العمومية والإصلاحات التي يتعين علينا جميعاً القيام بها. وتطبيقاً لهذه الالتزامات جاء مخطط الحكومة ببرنامج طموح، ونحن اليوم مجتمعون لبداية تنفيذ الإجراءات التي وردت في هذا المخطط بتفعيل المجلس الوطني للإحصاء بعد سنوات من الركود. الوزير الأول وزير المالية أكد على ضرورة مراجعة الإطار القانوني من أجل ضبط وإنتاج المعلومة الإحصائية بكفاءة وصدق، ودعا كل الفاعلين وبصفة استعجالية إلى وضع استراتيجية وطنية لتطوير الإحصائيات. الحكومة تعول كثيرا على هذا المجلس الوطني للإحصاء بتركيبته الجديدة وما تحتوي عليه من خبراء وإطارات لها تجربة كبيرة في العمل الإحصائي على إنجاز الإصلاحات الهيكلية العميقة في هذا المجال. حان الوقت لأن تأخذ المعلومة حقها باعتبارها ملك عام، لهذا من الضروري التفكير ضمن عملية مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي
في عملية الضبط وكيفية وضع آلية تجبر منتجي المعلومات سواء من المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص على إنتاج المعلومات بكفاءة وصدق ووضعها تحت تصرف جميع المستخدمين من أجل تحسين اتخاذ القرار الذي سيعود حتما بالفائدة على المجتمع كله وعلى مسار التنموي الوطني. لا يفوتني التأكيد على عزم الحكومة على المضي قدما في بناء منظومة إحصائية وطنية فعالة في مستوى البرنامج الطموح الذي سطرته لتنفيذ التزامات السيد رئيس الجمهورية، وعليه فكل الفاعلين وضمن هذا الإطار التشاوري ملزمون وبصفة استعجالية بوضع استراتيجية وطنية لتطوير الإحصائيات تتضمن العودة إلى مختلف الأعمال الإحصائية التي غيبت منذ سنوات وحرمت البلاد من عشرات بل من مئات من المؤشرات. من جهته وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل أبرز أنه سيتم استحداث خلايا إحصائية على مستوى البلديات والولايات مع توفير منصة رقمية تربط بين هذه الخلايا والوزارة والديوان الوطني للإحصائيات. ستعمل وزارة الرقمنة والإحصائيات على تعزيز الشبكة الإحصائية المحلية لا سيما عن طريق إنشاء منصة رقمية مخصصة لهذه العملية من أجل ضمان الاستغلال المناسب والآني للبيانات الإحصائية المجمعة على المستوى المحلي من طرف السلطات العليا ومختلف القطاعات كل في اختصاصها. وفي الأخير استناداً إلى جل العناصر المذكورة لا يسعني في هذا المقام إلا أن أكرر التزام وزارة الرقمنة والإحصائيات بالعمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات وأجهزة المنظومة الإحصائية متمنياً كل النجاح لهذا المجلس. في التعاون وبمقر وزارة الشؤون الخارجية استقبل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطلع ممرة مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار في الاتحاد الإفريقي محمد بالحسين الذي انتخب مؤخرا بالأغلبية من طرف المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في اجتماعه الأخير بأديس أبيبا. العمامرة أكد أن انتخاب محمد بالحسين مفوضاً للتعليم والعلوم يعكس احترام الدول الإفريقية للجزائر، كما تقدم بالحسين بشكره الجزيل للسيد رئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه. مناسبة اليوم وهي مناسبة سعيدة هي انتصار نجاحه في انتخابات الاتحاد الإفريقي للتعيين والاختيار مفوض الاتحاد الإفريقي للتربية العلوم التكنولوجيا والابتكار. فمنذ أيام معدودة ظفر في الانتخابات التي تمت أثناء اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي وهو مجلس وزراء شؤون الخارجية، وكان الانتصار مستحق جدا لأنه كان أفضل المرشحين وتحصل على نتيجة كبيرة تعكس ربما أولا وقبل كل شيء احترام الدول الإفريقية للجزائر رئيسا وشعبا وحكومة، وتعكس كذلك اعتراف شامل وكامل بكفاءات وخصال البروفيسور محمد الحسين. وهو الذي رشحه السيد رئيس الجمهورية لهذا المنصب، وقامت الدبلوماسية الجزائرية بالعمل الدبلوماسي المطلوب من أجل الترويج والعمل على جمع التأييدات للوصول إلى نسبة أغلبية الثلثين، فالثلثين من عضوية الاتحاد الإفريقي صوتوا لصالح البروفيسور بالحسين في اقتراع سري، وهذا يدل على شيء فإنما يدل على أن العملية كانت جدية وجدية جدا، ونجح البروفيسور لأنه أفضل المرشحين والذي كسب من خلال الاحترام ومن خلال ما أنجزه سابقا كسب احترام الجميع.
فيطيب لي اليوم باسم السيد رئيس الجمهورية، باسم الحكومة الجزائرية، نيابة عن الدبلوماسية الجزائرية، يطيب لي أن أهني البروفيسور على هذا النجاح الكبير، أن أؤكد له أن الجزائر كعضو نشط في الاتحاد الإفريقي ستكون إلى جانبه لمساعدته على النجاح في تسييره لبرامج وأنشطة هذا القطاع الكبير والمهم والحيوي من أنشطة الاتحاد الإفريقي. فنحن نعول عليه ولمواصلة رفع عالم الجزائر وسمعة الجزائر وقدرة الجزائر على القيادة وعلى الابتكار والتنسيق وجمع شمل الأفارقة، لأننا نرغب في أن يبقى الاتحاد الإفريقي يبقى موحدا وأن يبقى مخلصا لمبادئ وأهداف الميثاق التأسيسي، وأن يكون كذلك دائما سندا قويا للشعوب الإفريقية والقيم التي تؤمن بها شعوبنا جمعا. أود أن أتقدم بجزيل الشكر للجزائر وعلى رأسها الرئيس عبد المجيد تبون للثقة التي وضعت في شخصي، سواء على الصعيد الوطني لما عينت كعضو اللجنة العلمية لمتابعة وباء كورونا، وعلى الصعيد الدولي بتقديم وحماية والدفاع على ترشيحي كمفوض للتربية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار لدى الاتحاد الإفريقي. وأود كذلك أن أتقدم بالشكر لمعالي سيد الوزير العمامرة الذي منحني هذه الفرصة اليوم رغم رزنامة الثقيلة، وأيضا على تعبئة جهازنا الدبلوماسي الذي تجند على مدى عدة أشهر لتحقيق هذا الفوز اللي يكرمنا جميعا واللي يكرم ويؤكد نفوذ الدبلوماسية الجزائرية على الساحة القارية. وأخيرا أود أن أشكر الدول التي أعطتنا دعمها في هذا المسار، وأود أن أؤكد على التزامي للارتقاء لمستوى الثقة الثمينة التي وضعت فينا ولمواجهة التحديات الموجودة في القارة الإفريقية في مجال التعليم والتكنولوجيا والعلوم والابتكار. وشكرا. في التعاون دائما انطلقت اليوم أشغال الجمعية العامة الرابعة لآليات الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي أفريبول عبر تقنية التحاضر عن بعد. المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ دعا إلى تعزيز آليات التعاون الشرطي الإفريقي للتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود. ومن جهتهم أشاد المشاركون بجهود الجزائر في استتباب الأمن والسلم في القارة الإفريقية. ومحاربة الجريمة المنظمة من بين المهام النبيلة للجيش الوطني الشعبي، حيث نفذت وحدات ومفارز للجيش خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 أكتوبر الجاري العديد من العمليات التي تؤكد التزام قواتنا المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا. المزيد مع وليد زروق. في إطار مهامها النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني وتأمينه ضد مختلف التهديدات، نفذت وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 أكتوبر الجاري
العديد من العمليات التي تؤكد التزام قواتنا المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا. ففي مجال مكافحة الإرهاب أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما تم كشف وتدمير مخبأين للجماعات الإرهابية بسكيكدا و5 قنابل تقليدية صنع بكل من بومرداس والمدية. وفي سياق عمليات محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفات الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن بإقليمي الناحيتين العسكريتين 2 و 3 9 تجار مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر ب889 كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين تم توقيف 34 تاجر مخدرات آخرين بحوزتهم 49 كيلوغراما من المادة نفسها، وأزيد من 223,000 قرص مهلوس خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى. من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمن راست وعين قزام وبرج بجي مختار وجانت 413 شخصا، وضبطت 26 مركبة و241 مولدا كهربائيا و122 مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى 15 طنا من خليط خام الذهب والحجارة، في حين تم توقيف 26 شخصا آخر وحجز 9 بنادق صيد ومسدسين آليين وأزيد من 717,000 وحدة من الألعاب النارية وأكثر من 89 قنطارا من مادة التبغ بكل من الوادي وبسكرة وورقلة وإن أميناس وباتنا. كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بأزيد من 71,000 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة والطارف وسقهراس. في سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 700 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية صنع، فيما تم توقيف 118 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسيات مختلفة بكل من إن أميناس وتلمسان وعنتيموشنت وغردايا. في النشاط البرلماني وبالمجلس الشعبي الوطني، قدمت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار عرضا حول مشروع قانون المعاشات العسكرية، وذلك بحضور إطارات بوزارة الدفاع الوطني وأعضاء لجنة الصحة والتسوية الاجتماعية والتكوين بالمجلس. وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون يهدف إلى دعم المنظومة التشريعية والتنظيم الساري المفعول من أجل التكفل بانشغالات المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين المتقاعدين للجيش الوطني الشعبي ولذوي حقوقهم، وكذا الفئة الأخرى من المستخدمين المعنيين على غرار المستخدمين العسكريين في حالة نشاط. كما استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني إلى عرض قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمن الحفاية حول مشروع قانون يتضمن الموافقة على أمر يتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص المدينين باشتراكات للضمان الاجتماعي. إلى سلسلة روبورتاجاتنا الآن، حيث تعرف الخضر في الأونة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار على غرار منتوج البطاطا الذي تعمل السلطات المعنية على محاربة ارتفاع أسعارها والمضاربة فيها. العينة من بلدية ولاد فارس بولاية شلف مع كريمة لشمط. البطاطا بين الحاجة إليها ولهيب بثمنها. والله ثمن على رسول الله غالبة، الله غالب والله غير، الاسعار راهي ملتهبه جدا. الباطا راهي تزيد سعاده هنايا، الباطا ما لحقنالهاش. ما ساعدنيش انا، كيف ساعدني؟ خليها كان ساعدني انايا، ما ساعدش. انا نبغى اكون سي بدي 4 لا 5 آلاف. ارتفاع اسعارنا تتضارب فيه اصابع الاسباب بين تجار اولويتهم هامش ربحهم. نجلب فيها ب6 آلاف في تونس. 6 ونبيع هنا ب8 ونص، كل واحد شحال يبيع. علاش؟
السومه طالعه شويه غاليه. منين تجيبوها؟ من الجمله غاليه. صوت الجمله تاع مدروع شحال تجيبوها؟ تجيبوها 2000. ما تطلع 9000 10 100 هي السومه تاعها نورمال. لا ماشي نورمال، غاليه شويه. البطاريه ديالك من يومس ماشي غاليه؟ غاليه هما مغالينا. شكون صحاب الفرينكاوات؟ والله ماني عارف علاه، مانيش عارف الاسباب تاع الدواء، ولا الاسباب تاع اليد العامله ناقصه، ولا البذور مانيش عارف. وبين فلاح يتخبط في مصاريف الانتاج. ارتفاع الاسعار باسكو المواد اللي نخدموا بهم فنغلاو، فهالسومة تاعهم طلعت، الاسمده البذور لازم هذا الشيء يطلع. وامام هذا الوضع اجنده حلول لمواجهه المضاربه وارتفاع اسعار البطاطا تعكف عليها ولايه شلف. فتره جوان وفتره ديسمبر هي فتره، حتى فتره فراغ، هي فتره اللي تكون بين الغراسه الموسميه والاخر الموسم. في هذه الفتره ينقص الانتاج، بعد ايام يكون ان شاء الله تزود من ولايه مستغاليم، ايضا من ولايه سكيكده اللي يكون الانتاج تاعهم ناضج. احنا عندنا نظام ضبط المنتوجات فيما يخص المدعو سير بالك. نعم عندنا كميه مخزنه ان تخزن، وبامر من المديريه تخرج باسعار معقوله من اجل الفئه الهشه، تتراوح نقولوا بين 44 دينار حتى 45 دينار. ليبقى المجهود متواصلا بين جميع الأطراف، وفرة للإنتاج وحفاظا على القدرة الشرائية والتجارية على حد سواء. ومع هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار البطاطا، يعمل الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم على تفريغ مخزون البطاطا المخزنة لدى المتعاملين المتعاقدين مع الديوان، وذلك من أجل ضبط الأسعار. المزيد مع محمد أمين بتومي. لمعرفة أسعار البطاطا في الأسواق قصدنا في الساعات الأولى سوق الجملة لخميس الخشنة ببومرداس. شحال رانا نشرب بطاطا؟ نشرب بطاطا من 65 ل 7000. شحال رانا نبيع؟ ورانا نبيع ونخدموا احنا ب 60 دروم، 100 دروم نبيعوا فيها 75، مس 75 ولي. وعليه ومن أجل التقليل من آثار هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطن، لجأت الدولة إلى برنامج سير بالاك الذي يعني إخراج مخزون البطاطا إلى الأسواق خارج موسمها. العملية يكفلها متعاملون متعاقدون مع الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم والعينة من بلدية مفتاح بالبليدة. هذه العملية تأتي في إطار برنامج جهاز ضبط المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك سير بالاك، اللي وضعته وزارة الفلاحة من أجل التدخل يعني في فترات اللي يكون فيها الإنتاج متناقص أو تذبذب في السوق في مختلف المنتجات الفلاحية الواسعة الاستهلاك. هذيك الديوان يعني بشكل مسبق يكون دار مخزون استراتيجي من بعض المنتجات الفلاحية الواسعة الاستهلاك كالبطاطا. في هذه الفترة شرعنا في عملية تفريغ واسعة لمخزونات البطاطا وضخها في السوق، وذلك من أجل ضبط السوق. هذه العملية شرعنا فيها عن طريق 26 متعامل مخزن متعاقد مع الديوان عن طريق عبر 12 ولاية على المستوى الوطني، وهي سيتم تفريغ أكثر من 100,000 قنطار من بطاطا الاستهلاك. عندنا كمية تاع 3 طن، حوالي 3 طن 3000 طن في استوكاج. بدينا بالأمس عملية تفريغ باه نديروا رتبوا السوق شويه يهبط ان شاء الله باذن الله. السومه حدوها لنا ب 5000 الديوان الوطني للخضر والفواكه. ولتفادي المضاربه في الاسعار استحدثت مديريه التجاره لولايه البليده نقاط بيع لماده البطاطا ب 55 دينارا للكيلوغرام الواحد من غرف التخزين الى المستهلك مباشره. قامت مديرية التجارة لولاية البليدة بقيام بمبادرة مع أحد الفلاحين بإفراغ كميات معتبرة من مادة البطاطا التي كانت مخزنة في غرف التبريد والمراقبة من طرف المصالح الفلاحية، والتي سوف يتم بيعها كأول انطلاقة بنقطة بيع على مدينة بوغارة وبسعر خاصة 55 دينار جزائري للكيلوغرام. الأسعار جديدة مليحة أخويا، سمي سانك مليحة أخويا. السومة هذه 5 ونص بارا صافا، خير من اللي كانت 9000، بس كوف سوق جديد 9000. خطوة مهمة تأتي خلال فترة الفراغ في إنتاج مادة البطاطا التي ستعرف تدريجيا دخول كميات أخرى إلى الأسواق.
إلى قطاع السكن حيث تم بولاية بسكرة توزيع قرابة 500 وحدة سكنية من مختلف الصيغ ضمن برامج كبرى يتم إنجازها بالولاية. المتابعة ليونس لكحلديب. سنوات عديدة قضاها محمد في البيت العائلي في غرفة واحدة، وهو المتزوج والأب لطفل. والله وش راح نقول لخويا، الواحد عايش باللي يقدر عليه، حتى اني حتى ها ربي يفرج بربي ان شاء الله والحمد لله. عندهم بيت فريده، منها دايرين فيها فرجدان، منها كلش دايرين فيها، منها كوزينه، منها بيت، منها كلش. انا عندي ثلاثة اولاد، كل اخر عطيته شمبره. فرحة محمد اليوم وهو يستلم مفاتيح سكنه الجديد كانت واضحة لحظة فتحه لباب شقته. الحمد لله تهنينا من ضيق، كنا في الضيق عايشين الحمد لله، وفرج علينا ربي بلوجمون واسع الله يبارك، فرج علينا ربي بسكنة توسعنا، كنا في الضيق والحمد لله. محمد من بين ما يزيد عن 400 مستفيد من مختلف الصيغ السكنية ببسكرة. أنا استفدت اليوم بعد معاناة 5 سنين كنت كراي وتعبت في الكرة، واليوم الحمد لله. تم اليوم بمناسبة اليوم الوطني للهجرة توزيع 410 وحدة سكنية، منها 90 وحدة سكنية ترقوية مدعمة LPA، بالإضافة إلى 320 مقرة استفادة من سكن ريفي مقسمة على 4 بلديات بالولاية. بالإضافة إلى هذا التوزيع، هناك برنامج مسطر في الأيام القليلة القادمة بتوزيع 700 وحدة سكنية بمختلف الصيغ. هذا ومن المرتقب أن توزع حصة سكنية معتبرة خلال الشهر الداخل. دخلت اليوم حيز تطبيق تدابير رفع إجراء الحجر الجزئي المنزلي على مستوى الولايات 23 المعنية لمدة 21 يوما، وفيما يخص الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية فإن الإجراءات المطبقة تمدد على الأسواق الأسبوعية والمتعلقة بتعزيز جهاز الرقابة من قبل المصالح المختصة. كما تقرر تمديد عبر كامل التراب الوطني إجراء منع كل أنواع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية، لا سيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث، مع تمديد الإجراء المتعلق بالسحب النهائي لرخصة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك المنع المعمول به. وهذه هي الإجراءات جاءت بعد حالة الاستقرار المسجلة في الوضعية الوبائية بالبلاد خلال 24 ساعة الأخيرة، حيث سجلت 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات رحمهم الله، فيما تمثل 61 مصابا للشفاء حسب ما أفادت به وزارة الصحة اليوم في بيان لها. ولتكفل صحي أمثل بسكاننا في ولاية الجنوب الكبير، قوافل طبية تضامنية تم تنظيمها في إطار برامج توأمة بين مستشفيات أدويرة وأضرار. المبادرة لاقت استحسان السكان. يقول محمد برماكي. رفع الغبن عن مرضى المنطقة وتبادل الخبرات الطبية بين المؤسسات الاستشفائية هي أهم الأهداف المسطرة لهذه الزيارة التي شهدت إقبالا كبيرا للمواطنين في ساعاتها الأولى. سمعت بلي طب جاوا من هنا من الجزائر، إن شاء الله نتمنى إن شاء الله نلقى الدواية عندهم. استقبلنا أمس البارحة حوالي 85 مريض بين كبار وصغار، واليوم القافلة واليوم سجلنا حوالي 150 شخص آخر بين الكبار والصغار. القافلة خصصت يومها الأول للفحوصات الطبية والتشخيص، على أن يتم مستقبلا برمجة مواعيد أخرى للحالات التي تستدعي إجراء عمليات جراحية. جينا لمدينة أضرار في مهمة داخلة في إطار جملاج توأمة بين المستشفى الجامعي الدويرة ومستشفيات أضرار. القافلة لها هدف واحد ووحيد، وهو التكفل الأمثل بمرضى وسكيني ولاية أضرار، وخاصة فيما يخص العمليات الجراحية. المواطنون بدورهم استحسنوا هذا الأمر، أملين على أن تكون هناك زيارات أخرى في تخصصات مختلفة. بالنسبة للطب اللي جاوا اليوم من الجزائر الحمد لله فوتنا عندهم، ما شاء الله قاموا بالمجهودات تاعهم، ما مختصين في حاجة تاع العظام والآخر، الحمد لله جاوا من الجزائر، إن شاء الله يزيدوا يستمروا في المبادرة هذه. إن شاء الله مش اللي خطر في العام، ماذا بينا خطرتين. وزين هذه حاجة مبادرة زينة ما شاء الله، هذه أنا بعد عندي العظام والمفصل قاعد يوجعوني.
ولأن القطر الأضراري مترامي الأطراف برمجت القافلة زيارات ميدانية إلى دوائر وبلدية أخرى كدائرة أولف مثلا، على أن تختتم هذه الزيارة بيوم تكويني بين الأطباء. دوليا، وفي الشأن الصحراوي، وافقت لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي المكلفة بتخصيصات الميزانية على مشروع قانون يمنع اللجوء للأموال المخصصة للصحراء الغربية كمساعدة أمريكية لفتح قنصلية في مدينة الدخلة الصحراوية المحتلة، وبالتالي وقف تنفيذ إحدى وعود الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للمغرب. التقرير لخالد حجلالي. صفقة ترامب المنقذة للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة بالأراضي الصحراوية تسقط اليوم. قرار الكونغرس الأمريكي أخلط الحسابات على محتل يتوهم السيادة على الأراضي الصحراوية، صفعة أخرى يتلقاها نظام المغرب المحتل، وانتصار جديد لعدالة القضية الصحراوية وشعب يناضل من أجل تقرير مصيره. ما رصد من أموال بالباطل لفتح قنصلية على أراضي مسلوبة بالداخل المحتلة يحولها اليوم قرار الكونغرس الأمريكي إلى مساعدات ودعم للصحراء الغربية والجهود الدبلوماسية لتصفية الاستعمار، ويحظر استعمال أي تمويلات أمريكية لبناء أي قنصلية أمريكية في مدينة الداخل المحتلة. وفي أول رد فعل على هذا القرار التاريخي، اعتبر رئيس الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن أن الكونغرس الأمريكي قد قبر بقراره هذا بصورة نهائية أحلام النظام المغربي في فتح قنصلية أمريكية في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، كما أن القرار سيدفع بالدول التي زجت بها الرباط في مستنقع القنصليات إلى مراجعة حساباتها والعدول عن فتح قنصلية لها في المدن المحتلة من الصحراء الغربية. وللمزيد من التفاصيل حول هذه المستجدات نربط الاتصال عبر الهاتف بممثل جبهة البوليساريو بواشنطن السيد مولود سعيد. سيدي، أهلا بك. إذن ماذا يمثل هذا القرار بالنسبة لمستقبل قضية الصحراء الغربية والشعب الصحراوي؟ نعود إليك لاحقا سيدي. إذن في مزيد أخبارنا سهام. نعم، وفي المغرب، وبعد الإعلان عن حجز أزيد من طنين من الكوكايين الخام، قالت المصادر المغربية إنها دخلت من البرازيل، يعكس مدى انتشار هذه السموم في الجارة الغربية التي تعتبر دولة مركزية في التهريب، وارتباطها بشبكات دولية تنشط في تهريب هذه السموم، ومحاولات نظام المخزن إغراق دول الجوار بهذه السموم. وفي مستجدات الوضع بفلسطين، أعلنت مصادر فلسطينية أن قوات الكيان الصهيوني اعتقلت اليوم 18 فلسطينيا من الضفة الغربية، من بينهم قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، وجرت حملة الاعتقالات في مدينة رام الله والخليل وسلفيت وجنين والأغوار، وتضمنت دهم بعض المنازل السكنية وتفتيشها. عودة إلى أخبار الوطن، وفي الفن الرابع، وبعد غياب طويل فرضته ظروف الجائحة، تعود العروض إلى المسرح الجهوي بولاية سيدي بالعباس ببرنامج ثري رفقة الجمعيات والتعاونيات الشبانية المسرحية. التفاصيل مع طاهر بلايدوني. إلى مدينة سيدي بالعباس نقبل دعوة فنانيها لنحضر عرضا مسرحيا اشتقله الجمهور بعد غياب فرضته إكراهات الجائحة. جينا تفرجوا اليوم العرض المسرحي، المسرح الجهوي سيدي بالعباس. احنا رانا فرحانين بعودة النشاطات مع جائحة الكورونا، وكاع كان شوية ما كانش مسرح، ما كانش كاع هكا ثقافة، ما الحمد لله دروك. العباس سي بالنسبة إلي هي كمهد الفنانين. بالعباس عندها بزاف الكتاب وممثلين، واني جاي نشوف عرض تاع صديقي مصطفى جديد. تشغل الأضواء من جديد لتحدث حركات وإيماءات كوريغرافية يعرف طلاسمها رواد المسرح والفعل الثقافي. مر هنا عدة أسماء معروفة، أسماء فنية، منها كاتب ياسين، منها أحمد بن عيسى، حسن عسوس،
والان الان رانا في المومون وين اعاده الحركه المسرحيه والثقافيه في المدينه وذلك بعد جائحه كورونا. حاولنا مع الجمعيات الثقافيه والتعاونيات الثقافيه المدعمه من وزاره الثقافه ان نفتحوا ابواب هذا الفضاء للعائلات باش يشوفوا العروض المسرحيه. برنامج ثري يحضر لإعادة بعث المواعيد المسرحية، به عروض ندوات وضبط لعقارب المدينة على توقيت المسرح. الآن نعود إلى السيد مولود سعيد ممثل جبهة البوليساريو بواشنطن حول قرار بل إلغاء كل قرارات دونالد ترامب السابقة حول الصحراء الغربية. سيدي، ماذا يمثل هذا القرار بالنسبة لقضية الصحراء الغربية والشعب الصحراوي؟ مساء الخير وشكرا للاستضافة. هذا قرار مهم جدا وخاصة في هذا الظرف، هو يمثل دعم للشرعية الدولية ودعم لحق الشعب الصحراوي في تغيير المصير والحرية، وفي نفس الوقت يجعل من قرار ترامب قرار بدون محتوى. وهذا هو الموقف اللي خاضه مجلس الشيوخ في الماضي، خاصة في شهر فبراير في رسالة الذي بعث بها لبايدن. ومنذ أسبوع كان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ قاموا بنفس الموقف. وعلى كل حال هذا الموقف كما قلت هو يجعل عن قرار ترامب يصبح قرار باطل وبدون أي محتوى. شكرا جزيلا لك سيد مولود سعيد ممثل جبهة البوليساريو، كنت معنا مباشرة من واشنطن، شكرا جزيلا لك. وبهذا نصل إلى ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز ما وردنا فيها. تنصيب أعضاء المجلس الوطني للإحصاء، والوزير الأول وزير المالية يؤكد أن إعادة تفعيل المجلس من أهم الآليات في مسار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي تنتهجها الجزائر. مفوض التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار في الاتحاد الإفريقي محمد بالحسين يستقبل من قبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الذي أكد أن انتخاب بالحسين في الهيئة الإفريقية يعكس مدى احترام الدول الإفريقية للجزائر. الجزائر تدعو إلى تعزيز آليات التعاون الشرطي الإفريقي للتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود في أشغال الجمعية العامة الرابعة لأفريبول. بعد الارتفاع غير المسبوق في أسعار بعض أنواع الخضر، ضخ كميات معتبرة من مخزون البطاطا على مراحل بإخراج ما يفوق 100,000 قنطار إلى أسواق الجملة والأسواق الجوارية من أجل ضبط الأسعار. الكونغرس الأمريكي يوقف قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بفتح قنصلية في مدينة الداخلة بالصحراء الغربية المحتلة، ويجدد بذلك دعمه لتسوية سياسية للقضية الصحراوية العادلة. برامجنا مستمرة، السلام عليكم. شكرا لكم على كرم المتابعة، تواصل تفاعل معنا. السلام عليكم ورحمة الله.